ضغط عالي ممتاز من مونتاري والنهاية بين روبينيو وزلاتان إبراهيموفيتش. هدف أول السويدي متى الدقيقة 21، ثم اللمسة من روبينيو لإبراهيموفيتش والذي على طريقته الخاصة يغارت فيفيانو للمرة الثانية. هذا الكل في الدقيقة 31. الهدف الثالث طريقة على ميشيل بلاتيني من الشعراوي قوية، هو الرأسية من تياغو سيلفا أقوى، هو الهدف الرابع للميلان، أقوى من باليرمو من كل شيء ورائد الترتيب.